بكل تأكيد المعسكر كان مهم جدا بالنسبة للأسماء الجديدة المنضمة، سواء لاعبين أجانب أو لاعبين محليين، بالإضافة إلى التغيير الفني اللي حصل في الفريق من ريكاردو موتا. لمدرب موتا. نعم كان مهم جدا إنه يلعب مباريات ودية على أساس إنه اللعيبة الموجودين يكونوا في فورمة كويسة، اللاعبين الراجعين من المنتخب الوطني حيكونوا أصلا في مستوى لياقي معقول جدا لما يرجعوا. اللاعبين المحليين محتاجين انه اللعيبه الموجودين مع الفريق يكونوا في فورمه كويسه، يلعبوا مباريات وديه، يفهم الطريقه، خاصه انه في تغيير فني حصل. فكان مهم جدا المعسكر، لكن ان شاء الله ما تواجهنا نفس المشاكل في كل المعسكرات اللي بتحصل في مصر. الوعود بمباريات وديه قبل اي معسكر سواء هلال او المريخ، مجرد ما يكونوا مسافرين القاهره بيكون في وعود انه نوعية في المباريات ثلاثه الودية. اربعه مباريات ودية، بنتفاجئ إنه المباريات يا ما إنهم ما لعبوا المباريات الودية بحجة استمرار الدوري المصري، أو لعبوا مباريات مع فرق بنسمع أول مرة في المباراة الدرجة الرابعة، مع الدرجة الهلال الثالثة. والمريخ. نعم. فمهم جدا إنه يكون مباريات تقدم الفائدة على الأقل فرق من الدوري الممتاز المصري حتى تقدم الفائدة للفريق. طيب جميل.